الملحدين بيقولوا ان محمد صلى الله عليه وسلم الف القران من عنده. نعم قلنا له يا اخي مستحيل، اي بشر، ها اي بشر على الاطلاق. نعم هلا حاليا مين بدك؟ اكبر كاتب من الكتاب العالميين اللي مروا واللي عم مروا، نعم في كاتب ما بيقدم اعتذار للقراء للاخطاء التي وردت في هذا الكتاب؟ صحيح صحيح الكاتب المحترم اما اخر كتاب او اوله يعتذر من الاخطاء لانه بشر. نعم طيب في حدا عنده الجرأة من 1400 عام اول الكلمات يقول لي ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ مين عنده الجرأة يقول لي؟ لكن الشيء الرائع ما قال ذلك، ما قال هذا الكتاب لا ريب فيه. هذا الكتاب يعني بس في عصر الرسول لم يجدوا فيه ريب، ربما في المستقبل يوجدوا ريب. نعم فلما قال لي ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيتحدى ليوم القيامة إيجاد ريب. يعني لما هناك قال لي من ذلك نعم هناك من يقول يعني إنه نعم تفضل دكتور تفضل نعم يعني نيوتن أخر علم الضوء 200 سنة لأنه حط نظريات غير صحيحة، وما حدا عنده الجرأة يناقش نيوتن. حتى أجا شاب إنجليزي يعني فكرة العلم قال لي يا أخي هالنظريات غلط، إذا واضح إذا في ريب نعم يعني ربما عزم نيوتن. فما في حدا عنده الجرأة يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه نعم يعني لو كان بشر. يعني ماذا تقول للذين يقولون بأنه أنا أستمتع في قراءة القرآن الكريم، يعني أشعر بالسعادة، أشعر بالراحة، لكن يعني أنا لا أقرأ هذا الكتاب كونه منزل من عند الله أو هو كلام الله، إنما هو عبارة عن كتاب مكتوب وأنا أستمتع بقراءته وأستفيد منه، ماذا تقول لهؤلاء؟ طيب هلا مثال، نعم تصور مثلا انسان، هلا انسان يظهر على الفضائيات، نعم هلا انسان عادي يقول للناس شايفين هاي السماء اللي فوقكم وهي الشمس؟ بقولوا نعم. قل هاي الشمس انا سويت لكم اياها، انا صنعتها. شايفين هالجبال؟ قل نعم. قل هاي الجبال انا من زمان قبل ما تولدوا انا اوجدتها. نعم طيب كيف إلى بشر مثل محمد صلى الله عليه وسلم عنده الجرأة يقول وسخرنا الشمس والقمر وأنزلنا من السماء ماء؟ يعني أي عاقل يتكلم، يعني افرضه كاتب، نعم نعم فأي كاتب عاقل يتكلم بهذا الكلام؟ سخر الليل والنهار والشمس والقمر، إنه يعني أنا عملت لكم الأرض وأنا خلقت لكم السماء وأنا سويت لكم الحيوانات وأنا عم بصنع لكم الثمار. نعم نعم يعني فالقرآن يضج بهذا الكلام اللي يعني اللي يستحيل بشر عنده الجرأة يتكلم بهذا الكلام. نعم وإلا حاشا لو كان بشر، يعني هلا حاليا هيطلع بشر على التلفزيون يقول إلى الناس كل الأشجار الفواكه أنا عم بصنعها، والجبال أنا صنعت لكم إياها، والكرة الأرضية شغلي، ما كل حاجة جنون. نعم فواضح أن الكتاب منزل من يعني أكبر من مستوى البشر. نعم نعم